هنتكلم النهاردة عن كيفية التعامل مع الأوزان فوق ال 300 كيلو، هنعرف إيه هي طرق العلاج المناسبة. والحقيقة إنه أي مريض سمنة دايما بنشوفه كأنه محبوس جوه نفسه، مش عايش حياته، مش عايش سنه، تقريبا بيكون حياته شبه متدمرة، خاصة كمان لو بنتكلم عن أوزان فوق 200-300 كيلو. والمريض ده يا جماعة بيكون في حالة كبيرة، حالة كبيرة من التوتر هو وكل اللي حواليه، التوتر والخوف مش بس من السمنة، الخوف انه السمنة تكون صاحبة بعض الامراض زي امراض القلب، ارتفاع ضغط الدم ومشاكل التنفس. عشان كده هنعرف النهاردة ازاي بيتم التعامل مع الاوزان فوق 300 كيلو مع ضيفنا اللي منورنا استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب عين شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وزميل كلية الجراحين الامريكية وحاصل على اعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور احنا النهاردة بنتكلم عن حالة غاية في الصعوبة، عايزين نشرحها اكتر للناس ونتكلم عنها وعن صعوبة الحالة دي. البداية اسمحي لنا احيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا احنا يعني في عرضنا للحالة احنا عايزين بس ندي فرصة امل او يعني فكرة او ان احنا نطمن الناس اللي هي وزنها كبير فوق ال 200 وفوق 300 كيلو ان احنا عندنا حل لكل المشاكل اللي هم بيعانوا منها. ويمكن الحالة دي احنا عرضناها مرة كعملية اصلاح لفشل جراحة سابقة كانت عاملة تدبيس معدة سابق وعن طريق الفتح الجراحي وعندها افتاء في جدار البطن ووزنها فوق ال 350 كيلو وعندها ارتفاع في وظائف الكلى، عندها صعوبة في التنفس اثناء النوم، عندها سكر، عندها ضغط، عندها صعوبة حتى في الحركة، يعني دي مشكلة بالنسبة لنا. حجم الكبد يتعدى السرة، يعني حجم كبير جدا. فصعوبات طبعا تانية تتعلق بان احنا مش عارفين نقيم وضعها الجراحي، يعني انت عامل عملية ايه قبل كده؟ عامل عملية تدبيس معدة، طيب احنا عايزين نصورك بالاشعة المقطعية، الجهاز مش شايل، طيب نعمل بقى حاجة بديلة او حاجة يعني قد نتغاضى عن الاشعة المقطعية، يعني احنا مش عايزين ده، لكن بنلاقي طريق وحيد للتشخيص ان احنا نعمل عملية بالمنظار، نعمل منظار تشخيصي للمعدة بحيث ان يدينا فكرة عن العملية السابقة. فطبعا حالة يعني طبعا صعبة جدا 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 جراحيا، طبيا، تخديريا، يعني فيها صعوبات كبيرة جدا. فعرضنا الحالة هو يعني بندي فكرة، بندي امل، بندي طريق التفكير ان احنا ما عندناش حاجة صعبة ان شاء الله في جراحات السمنة. مهما كان وزنك مش هيكون قد الوزن ده، مهما يكون حالتك الجراحية مش هتكون بصعوبة الحالة دي، لا يمكن، ما فيش حالة صعبة زي دي. من فات جراحي في وزن 350 كيلو، عملية سابقة زي تدبيس المعدة، ان انت تعمل لها عملية اصلاح وتعمل تحويل مسار المعدة بعد العمليات دي بالمنظار في ظل الظروف دي، يعني انا عايز اطمن الناس ان الامور ان شاء الله سهلة لكل الناس اللي هي اقل منها بقى. أكيد. خلينا نروح يا دكتور تفصيلا أكتر نشوف الحالة في التقرير الجاي ونرجع لحضراتكم. ساعات كتير بنفقد الأمل في الحياة بسبب السمنة المفرطة. زي ما انتوا شايفين كده بقالي سنين على الحالة ديت، وعملت كتير رجيم ومشيت دكاترة مع دكاترة كتير ومفيش فايدة وتعبانة. ولما شفت الدكتور كريم في التلفزيون وكده ربنا أكرمني اللي أنا جا عنده وقررت اللي أنا أعمل العملية بعد ربنا إن شاء الله وربنا معايا. بس شيماء ما فقدتش الأمل، دورت ولفت كتير ودكاترة كتير خوفوها من العملية. بقالي سنين طويلة وزي ما انتوا شايفين حضراتكم كده ومش قادرة أمشي، مش قادرة أتحرك، ما بطلعش، بنهج كتير، ما بعرفش اخرج، ما بعرفش البس، عندي السكر وعندي ضغط وعندي كلى وكل حاجه فيها وجعاني ونفسي اعمل العمليه ونفسي ربنا يشفيني انا واللي زيي. شيماء وزنها 350 كيلو، وصلت للدكتور كريم، قعدت معاه واتكلمت وحست بالراحه والامان. هو دكتور محترم ومقابلته حلوه وانسان وطيب جدا، مش عشان انا قدام الكاميرا ولا اي حاجه، لا بجد هو في حبه حنيه كده سبحان الله. حتى لو انت خايف من العمليه بتطمن بوجود ربنا ووجوده بيطمنك.
وشافت إن حياتها هترجع تاني على إيد الدكتور كريم. لحاجات كتير قوي، قلة المشي وقلة مثلا لو في فرح مش عارفة أروح، لو حتى عند ولادي بروح بالعافية، ولادي مش معايا في البلد تعبانة بمشي بالعافية، لو مشيت خطوتين بنهج، رجلي مش شايلاني، وزني تقيل عليا مش قادرة أتحرك، مأسات كتير قوي. شيماء قررت ترجع لحياتها عشان تعرف تلعب مع أحفادها وتخدمهم. أنا اللي خدت القرار من تعبي وتقلي وحبستي وتعبت من الحبس، عايزة أمشي. شيماء قررت تعمل العملية. ادعولي ربنا يقومني بالسلامة، وأقوم كده بالسلامة يا ربنا واللي زي، وأنا رامية توكل على الله ثم على الدكتور كريم والفريق اللي معاه. تحديات الجراحة كانت كتير، زي الوزن اللي فوق 300 كيلو، وكمان عاملة عملية تدبيس معدة سابقة، وعندها فتق كبير في جدار البطن بسبب عملية التدبيس. إن شاء الله إن شاء الله من غير ما أقطع بأمر الله، بإذن ربنا الحياة جاية حلوة والدنيا هتبقى حلوة، وأقدر أمشي وأقدر أروح وأقدر أجي عشان صحتي. لسه مكملين مع حضراتكم مع أستاذ دكتور كريم صبري. الدكتور، حالة شبه مستحيلة طبعاً. يعني عندها مشاكل غير وزنها وغير العملية، انه اكيد عندها مشاكل صحية، وده اللي عايزين نتكلم عنه، المشاكل الصحية اللي بتصاحب الاوزان دي فوق 300. هو احنا الحمد لله طبعا ان احنا تمت العملية بنجاح، طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا وفقنا في تيم محترم جراحيا، عملنا العملية بكل كفاءة. طبعا اما بيواجهنا طبعا صعوبات، ان انا كجراح محتاج ان انا اعلي كفاءة المريضة طبيا. يعني كان عندها مشاكل صحية، كان عندها سكر، عندها ضغط، عندها مشاكل في النفس، النوم لو نامت على ظهرها كده تخنق، عندها الكريات او الوظائف الكلى كانت عالية. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان دي من ضمن الحاجات اللي هي الطبية. تعال بقى نروح للتخدير. التخدير طبعا لما اشوف وزن فوق 300 كيلو او 350 كيلو زي الحالة دي، يعني ده تحدي. يعني خلينا لازم نحط نفسنا في الواقع، احنا بننام حالات كتيره 300، ولكن في بعض الحالات بيبقى الرقبه بتاعتهم ضيقه قصيره، وعنده صعوبه في ان هو يدخل مركب الانبوبه، عنده صعوبه في وظائف الكلى، عنده صعوبه في تنظيم الضغط، عنده صعوبه في يعني الحاله الصحيه كلها. لابد طبعا ان في حد تخدير محترف برضو ينيم الحاله دي بكفاءه. طيب هو لو واحد لو جراح لو تخدير كويس جدا وهو ما عندوش الادوات اللي تساعده وقت ما يتزنق، يعني ايه يتزنق؟ يعني انا بركب انبوبه في رقبه ده صغيره وعيان وزنه كبير وما عنديش فايبر اوبتيك، يعني يمكن تخدير عارفين، او حاجات تساعدني، تولز او ادوات تساعدني لما يبقى في حاجه طارئه، يبقى برضو انا ما اديتش المهمه بتاعتي. انا كجراح احنا بنجهز العينه بقالنا فتره، يمكن اكتر من شهرين حاولنا الانقاص الوزن شويه عشان حجم الكبد، بنحاول، لكن حجم الكبد طبعا يتعدى نص البطن لحد السره، يعني حاجه ضخمه جدا. عندنا فتق في جدار البطن، فتق في جدار البطن طبعا عشان تدخل بالمنظار بعد فتح جراحي دي حاجه صعبه جدا. انا ليه بشرح الحاجات دي؟ بشرحها بقول للناس اللي هو انت بقى دي حاله تعتبر كومبليكيتد شويه، دي شويه لا كتير لزياده. فلما يكون وزنك 300 كيلو او 200 كيلو وانت ما عملتش عمليه تدبيس معده سابق زي الحاله دي، العمليه بتاعتك سهله. احنا يمكن كنت بقول لحضرتك الحالات اللي هي 300 او فوق ال 250 و 300 و350 دي حالات سهله بنعملها بصوره يوميه ما بتتصورش. انا بس الهدف من الفيديو الجراحي ده ان احنا حضرنا العيان، عملنا له العمليه، العيان الحمد لله مشي كويس وبيجي لنا المتابعات بتاعته، وان شاء الله هنتابع حضراتكم بانقاص الوزن في حالات يمكن قادمه ان شاء الله، بحيث احنا لان ده هتنزل وزن كتير. انا يمكن عرضنا فيديو قبل كده، كنا عملنا لعيان قبل كده من بورسعيد اسمه محمد الزغبي، كان 330 كيلو، الكلام ده يمكن من 8 سنين، ونزل 200 كيلو 200 كيلو في سنه وشهرين. يعني هي هتنزل وزن كويس، والفيديو اللي انا بتكلم عليه ده موجود على اليوتيوب بقاله يمكن 6 7 سنين او اكتر، موجود اسمه محمد الزغبي وهو كان نزل.